اسم ديالي كامل لماد حسن، ساكن في سيدي مومن، جمعيه اندلس. وكنشكروا الساكنه ديال سيدي مومن والمقاطعه ديال سيدي مومن، الاخوان كاملين اللي صارين على الدوري هذا ديال الصداقه. كنتمنوا كنتعرفوا على الجمعيات مع بعضياتنا وكنتمنوا الخير. شحال من الجمعيه مشاركه في هذا؟ حنا 12 جمعيه. 12 جمعيه؟ 12. كيفاش دير البرمجه؟ البرمجه دير الاخ اللي منظمو، الاخ حسن فلاح، الاخوان ديال الحي محمدي، جميع الجمعيات، المدني، واحد الاخ كيسمي الحي محمدي سميتو المدني، وكاع الجهات، كاع الجمعيات مشاركين في هذا الدوري هذا اللي باش نخرجوا الدراري من بالنسبه للسكنه ديال سيدي مومن. باغي نخرجوا الدراري من التهميش، من المخدرات، من بزاف ديال الحوايج. هذا هو الهدف ديالنا حنا من الجمعيه هذه ديال الاندلس، هذا هو الهدف ديالنا. وكيفاش جات الفكره تنظيم هذه البطوله؟ الفكره جات من الاساس ديالها بالنسبه للجمعيه. حنا كنشوفوا بعض الوليدات كتشوفهم مهمشين، كاينين الاباء ديالهم ما عندهمش شي صالير مزيان، كتمشي شي جمعيه اخرى كتقول لي غتعطي بلا داعي، لا داعي للجمعيه، كتقول الدري البيدله غاليه التكلفه. حنا جمعنا اكثريه، جمعنا الوليدات اكثريه، ولاد الشعب، ماشي شي واحد اللي كاين معنا. الناس الطبقه المتوسطه معنا الاخ، هذا الاخ هذا هو اللي مساهم معنا، ومع اسامه والاب ديال هذا السي مشكور، والعم ديال هذا محفوظ، كاع الوليدات هما كلهم مساهمين في الجمعيه، كيعاونوا الجمعيه في السراء وفي الدراء. وكنشكركم من هذا المنبر هذا، شكرا.